ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. الكتاب موجود إن شاء الله. نأخذ نموذجين أو ثلاثة بس مما في هذا الكتاب من الضلال. أول حاجة صفحة 132، أفتح عبد الرحمن الصفحة 132. في هذه الصفحة 132 الشيخ بيقول قال من رآني ومن رأى من رآني لا يعذب بالنار. الصفحة 132 والدائر يقرأ بعدين نديه يقرأ. ده كلام يهودا موثق، ولا افترينا عليهم ولا قلنا نجرم رأسنا، وإنما هذا كتابهم وهذا ما سطرته أيديهم، فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في صفحة 132 قال ومنها ده بيتكلموا عن كراماته، كرامات ود بدر. قال ومنها أنه ذات يوم دخل حلقة الذكر وحصل له حال فقال أبشروا فمن رآني أو من رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني لا تأكله النار وذلك جائز. يا ناس الزول ده إما يكون أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما يكون الزول ده مفتري وكذاب، لأنه في ناس شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ده في الدرك الأسفل من النار. أبو لهب وين؟ ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الكلام ده يا إما زول ده أفضل من الرسول أو كذاب مفتري، ونحن نقول بملء الفم كذاب ومفتري. تجي تقدر تناقش ده الكتاب، تعال ناقش ده الكتاب، تعال ناقش. أفتح صفحة، أفتح ثاني يا عبد الرحمن، أفتح صفحة 75. في الصفحة 75 في صفحة 75 قال الواجبات على الشيخ للمريد. انت لو كنت تابع لي ود بدر دي الواجبات اللي بيعملها لك الشيخ. قال اربع حاجات يعملها الشيخ للمريد، عشان كده عبد الرحيم الزريبة قال الطريقة امسك فيها الطريقة لا تخليها، وداك بتاع الخدمية قال انا لمريدي حافظ ما يخافه وانجيه من شر الامور بولوتي. قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكو حاضر الميزان يوم الواقعة. الزول ده في صفحة 75 قال اربعة فرض على الشيخ للمريد. الأولى يحضره عند الموت، الثانية يحضره عند الموت يلهمه الشهادة، الثانية عند سؤال الملكين يلهمه الجواب، الثالثة قال عند الميزان يرجح له الحسنات، الرابعة قال يسهل له الجواز عند الصراط. يا ناس يا زال ده دين الصوفية، ده دين الصوفية اللي قاعد ينشروه، ده دين الصوفية والدجل اللي قاعد ينشروه. انت قاعد قاعدين نفتري على زول؟ ده كلامه كتبه بيده وما بتقدر تدافع عنه، لأنه الكلام ده مكتوب وحقوق الطبي محفوظة. الكتاب ده مطبوع في سوريا في دمشق، مطبوع في سوريا 2007 وتاني طبعوه وجددوه آلاف مؤلفة من النسخ. تجي تغالي تناقش وما بيجوا، بيرسلوا الدراويش دايرين راس كبير يجي هنا يناقش يقنعنا بالكتاب والسنة يقول الكلام ده صح عشان ننجم لك بالقرآن والسنة لحد ما يجري زي ما جروا المشركين زمان. أصل الحق ربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا قال بل نغزو بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هنا في الدنيا ننجمك نجا مليابه، والله شفت إلا تكوركس، لكن ما بتقدر تدافع عن الشرك وما بتقدر تدافع عن الباطل لأنه كلام يخالف القرآن والسنة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تجي تدافع عنه وربنا قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. أفتح يا عبد الرحمن، أقفت على تاني نديك نموذج، تاني نديك نموذج. الكتاب ده قلت لك ما من صفحة في هذا الكتاب إلا وفيها باطل وشرك وضلال. أفتح لي صفحة 124 نوريك دي عقائد الصوفية، دي عقائد الصوفية وده دين الصوفية، دين لا علاقة له مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل مخالفة واضحة وصريحة للقرآن والسنة بالأهواء والأمزجة والقصائد والمنامات والأحلام. الصفحة 124 قال بيتكلم ود بدر قال ويقول أن الشيخ أحمد الطيب ود البشير ربنا ملك الكون 33 سنة ما ضيع منه جناح بعوضة حتى أنا ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح عبد يستأذنه في ذلك. يا زول قال أحمد الطيب البشير ماسك الكون 33 سنة. يا ناس ده دين؟
33 سنة. أين الله الذي قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، والذي قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أين الآيات التي قال الله عز وجل فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ده دين، ده دين الصوفية يا ناس، ده دين الصوفية. عشان ما يغشوك يقول لك بيحفظوا القرآن، العقائد دي ما بوروك ليها، العقائد دي في كتبهم قاعدة، عقائد سطرها بأيديهم وقاعدة وما بيقدروا يناقشوا عنها. حامد الصوفي هرب، حمد المنتصر هرب، الياغوت هرب، الركاني هرب. الركاني قلنا له دارين معك مناظرة، قال بقبل المناظرة لكن تكون جوا الصالون. يا زول دارين نحلق ليك، نحن اطلع برا اطلع يا زول، دارين نحلق ليك، قال جوا الصالون. صالون ليه؟ انت قلت جوا الصالون، انت ما عندك جامع تتبجح. وصلوا على رسول الله، وهذا رسول الله أراه أمامي يا زول. قال الرسول قاعد في خطبته، طيب انزل خلي الرسول يخطب. يا قليل الأدب، خلي الرسول، الرسول قاعد يتكلم إنت. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، كذب وافتراء ودجل وشعوذة. أفتح ثاني صفحة وإن شاء الله نختم بها. أفتح صفحة 114، صفحة 114 عشان الصوفية، عشان ما يشغل امسك له طريق، عشان ما تمشي طريقة تقول يعني ده الا في الصفحة 114 قال إن لله أربع أولياء كمل، قال ربنا عنده أربع أولياء كمل، قال ثمانية كمل، أربعة باليمن وأربعة بالسودان. والأولياء ما ثمانية بس، الصحابة أولياء نحسبهم كلهم أولياء. ومن جاء فيه نص بأنه من أهل الجنة هو ولي، وغيرهم من الذين جاءت السنة على أنهم من أهل الجنة، لأن نشهد لهم بالولاية والصلاح. وإذا رأينا إنسان فيه خير، عقيدته سليمة، محافظ على الصلاة، نقول نحسبه من المؤمنين. لكن ما بتقدر تقول قطع الشك إنه ده ولي، زي ما بيعملوا الصوفية الليلة، لا إله إلا الله فلان الفلاني ولي الله. يا زول ضد الشهادة ده، لا يعني دليل من القرآن والسنة. أكثر في زول قال أنا ولي لي الله، وافعاله ما بتدل على انه ولي لي الله، افعاله تخالف القران والسنه. ده ولي هسه انا اقرا لك كلامه، قال عند ربنا عنده ثمانيه اولياء كمل، اربعه في اليمن واربعه في السودان. في السودان قال منهم ادريس، قال دفع الله المصوبا، يسمى عند اهل الله مصوبا الحضرات. شفت المصوبا ده؟ قالوا في الكتاب هنا مكتوب، قال وقد جر الشمس مع الملائكه 40 سنه. يا زول ربنا قال في القران في سوره ياسين، ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يا المصابا، يا ده المصابا كذاب ومفتري على الله، قال جرى الشمس 40 سنة وكذاب. والله شفتها انت باغت تحت مويه مجره، خلي اربع شمس باغت مويه مجره، كذاب ومفتري على الله. قال وله من الكرامات ما لا يحصى ولا يعد، قالوا منهم الشيخ ادريس ابن الارباب الفركده. هسه عندنا واحد اخونا عباده ده جده طوارئ، عند واحد من اخواننا جده فرك ده، قال وقد اكرمه الله يا ناس الجنه فيها فرك يا ناس، ده دين. عشان كده الصوفيه يصدق اي حاجه. قال وقد اكرمه الله بفركه من الجنه، يا زول فركه من الجنه وبشمله. يا اخي شد حيلك، شنو شمله وفركه؟ انت راجل هسه، ده دين ده؟ فركه وشمله؟ ده دين الصوفيه عشان ما يغشوك. قال ومنهم حسن وتحسونه، حسن وتحسون، قال ورضي الله عنه بطره الله بطرا جزيلا جميلا، ألان له الحجر، ألان الحجر لقدمه وأحيى الأموات بسره وملك ما ملك من خزائن الأسرار. يا زول حسن وتحسون قالوا بيحيي الأموات، كذاب. ربنا قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه الأموات منو؟ الله لا تحسون، الله جل جلاله. دي عقيدة المسلم، لكن عقيدته وسخانة. يقول لك هاي الأولياء ما فيهم شك، يحيوا الأموات ما عادي، يخلق من الشجرة بشر عادي، يعلم الغيب عادي، ينزل المطر عادي، كذاب. لأنه ربنا قال في القرآن، في القرآن ربنا قال إنه هو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويميت ويدبر الأرزاق وحده جل جلاله.
سلطانه وعظمه سلطانه. قال الرابع ديال الاربعه في السودان كان اشوف دي اسد الاولياء عليك الله ديال الاولياء. قال الرابع احمد الطيب البشير رضي الله عنه، ربنا ملك الكون. ثاني كرره قال ربنا ملك الكون 33 سنه لم يضيع فيه جناح بعوضه واكرمه الله بالكرامات الوافره وغير من الكلام. اخر يعني حاجه اختم بها، افتح لي يا عبد الرحمن يعني صفحه 55 ديك انا غايته ما قادر اصور الموضوع كله اصلا ما قادر اصدق الموضوع ده. صفحه 155 سالوا الشيخ، قال له الشيخ يوم القيامه بيعرف الدرويش، يعرف الدرويش يعرف شيخه كيف؟ قال له يوم القيامه نحن لو دارين نعرف ابونا فلان نعرفه كيف؟ قال وسالته رضي الله عنه ايعرف التلميذ شيخه يوم القيامه؟ قال نعم، كل ولي من الاولياء له طبل يضربه، يعني عنده نوبه ودلوكه يوم القيامه. يا ناس يوم القيامه في دلوكه؟ ربنا قال وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسه. دار تعمل ازعاج برضه يوم القيامه؟ هنا في الدنيا ما سالوك، في الدنيا ما سالوك، تعمل ازعاج من الصباح، فالتمتوم حمدنا النوم، فالطمشط حمدنا النطه، سكاكين مكاكين، لكاكين وككن، مكاش في الغوم، نظر بالعين، سرتي حرتي، له الفجل، له البامباي، فتح باللام دخل بالكي، صلي عليه، عليه منو؟ ده منو؟ نركب فوق بوكسي جديد ولا محلحل؟ قدير لساتكو في الرملة ما بتوحل، موزون ومجهز وملام من شركة الشل، سواق وبديع في اللفة يتمهل، وله مساعدي عند الأذان يتوضأ معانا يصل، خابر سلوكه شغل الربط والحال تشحيم مكانته في اللف يستعجل. ده شنو ده؟ أسد الدين؟ أسد ده منو ده؟ ما قال يمدح في الرسول، ده مدير شركة دال للسيارات، ده ما الرسول. إذا بتمدح في مدير شركة دال شنو بوكسي ومساعدي وبنزين هنا؟ قال الشيخ يوم القيامة لو دار تعرفه بأصوات الدلوكة، الأسواق يدق النوبة درم دررم دفركة درم دررم أبو قرون. قال يوم الخلوق القزم أبو قرون بيجيش تنظم، دي عقائد الصوفية يا ناس. التصوف لا علاقة له مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه السلام، ونتحدى كل صوفية يجيبوا لنا الكلام. أي صوفي يجي؟ أي صوفي خليه يجي يناقش في الكلام ده؟ ده دين الصوفية. خليه يجي يناقش عقائد باطلة، عقائد كاسة، عقائد فاسدة تقود الناس إلى الشرك بالله عز وجل وإلى الإلحاد والزندقة والعقائد الكاسدة. تقدر تناقش؟ ما بتقدر يا صوفي. أنا أكتفي هذا القدر وأقدم أخونا محي الدين فضل الله المجزي والسلام عليكم.